هذه العشرة وربعتاشر دقيقة وغادي نمشيو مباشرة شيوات لالا مولاتي مع المستمعة سميرة أبو ماضي ونتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي توجد للمستمعات اليوم. صباح الخير سميرة. صباح النور. كي صبحتي لاباس عليك؟ لاباس عليك أختي ديانتي. الله يبارك فيك الحمد لله. واش مبروكة بالصحة والسلامة إن شاء الله. بارك الله يا ربي أمين. لا أختك بارك الله فيك. بارك الله فيك. مرحبا سميرة. بارك الله فيك. نبداو. أييه. غنبداو بواحد الشوربة. زوينة. واخا. عندنا بصلة. أييه. ربعة ديال سدة ديال الدجاج. زلافة ديال الخبز مقطعة رقيق. أييه. زلافة ديال البطاطا مقطعة رقيقة مربعات صغار. ثلاثة ضريفات ديال التومة. ربعة ديال الكمون. أييه. واحد الحق ديال المايس صغير. نص شي ديال حليب غوا. ايه. جوج طو ديال الماء. وما يزينا باش ندورو. ايه ان شاء الله. البصلة كنشلضوها رقيقة. كنديرو واحد المعلقة ديال الزبدة. ملحة. بزار. كنشحروهم مزيان. كنزيدو عليها سدة ديال الدجاج. ديك الضريفة ديال التومة. كنمشيو نجيبو في الكوكوط ولا طنجرة الضغط فكتشحر مزيان. نزيدو جوج طو د الماء. من بعد ملي كيغلي ديك الماء تنزيدو فيه زلافة ديال الخيزو مقطع زلافة ديال البطاطا وكنلوحو مايس وقيمون. قيمون تضربو الغلية صافي صافي كيطيب. هادشي كما كنزيدو المايس وقيمون فكنحسو بديك البطاطا الخيزو صافي طابو. ايه لأن فاش غادي نديرو المايس وقيمون غندورو. من بعد كنديرو الحليب الغبا مع شويه الماء ونضربو بميزينا كتجي رائعه. ايه وخ سهله وخفيفه الله يعطيك الصحه. وكنطفيو عليها وكنديرو شي معدنوس مقطع. ايه يكون طري فعلا كتجي واحد المذاق مختلف. كتجي زوينه ولذيذه. واخا هذيك لي كولور تيكونوا فيها زوينين. ايه وحتى المذاق الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك يا سميره.